أهلا بكم في موجز جديد للأنباء يأتيكم من موقع صدى البلد. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه خلال امتحانات الثانوية العامة هذا العام يجب على الطالب رصد الإجابات كاملة على البابل شيت بأقل التعديلات، ثم رصدها على التابلت وليس على التابلت فقط، حتى لا يتعرض الطالب لمخاطرة في حالة حدوث أي عطل خارجي عن إرادة الوزارة. وأضاف أن البابل شيت هو المرجع الأول في تصحيح امتحانات الثانوية العامة، والإجابات الموجودة على التابلت تعطي الطالب مرجعية في حالة وجود مشكلة في قراءة إجابات البابل شيت نتيجة المسح والكشط وتغيير الإجابة. وأوضح وزير التربية والتعليم أن استكمال الإجابات على البابل شيت ضروري، واستكمالها أيضاً على التابلت، لأن ذلك سيمنح الطالب أعلى درجات التأمين لإجاباته في حالة حدوث أي أخطاء من أي نوع. وفي سياق آخر، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة قررت تخفيف مناهج مرحلة الثانوية العامة بشكل عام. وقالت وزارة التربية والتعليم إن الهدف من هذا التخفيف هو التركيز على مخرجات التعلم الأساسية كخطوة مرحلية للتطوير. وأعلن وزير التربية والتعليم أن النظام التعليمي الجديد سيصل للمرحلة الثانوية بدءا من عام 2027. وقالت وزارة التربية والتعليم إن الهدف من هذا التخفيف هو التركيز على مخرجات التعلم الأساسية كخطوة مرحلية للتطوير. وأعلن وزير التربية والتعليم أن النظام التعليمي الجديد سيصل للمرحلة الثانوية بدءا من عام 2027. وإلى حالة الطقس، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الأحد يكون مائلاً للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلاً على السواحل الشمالية، حاراً على جنوب سيناء وشمال الصعيد. ويكون الطقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويبقى لطيفاً ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس اليوم هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وإلى أسعار الذهب، حيث استقرت أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 الأوسط بين عيرة الذهب إلى 693 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 809 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلى فئة بين الذهب نحو 925 جنيها، وأخيرا سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6472 جنيها. وإلى أخبار الرياضة، حيث يواصل اليوم الأحد منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب معسكره التدريبي المغلق في العين السخنة. ومن المقرر أن يخوض منتخب أولمبي الفراعنة مباراة ودية في معسكر العين السخنة أمام جنوب إفريقيا على أن يعود إلى القاهرة لخوض مباراة ثانية أمام نفس الفريق. وفضل شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إراحة الثنائي طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي وعمر مرموش المحترفة في الدوري الألماني بسبب الإصابة. وإلى أخبار الفن، حيث طمأنت الفنانة نهال عنبر الجمهور على حالة الفنانة دلال عبد العزيز التي تتواجد حاليا في المستشفى تحت الملاحظة الدقيقة إثر إصابتها بفيروس كورونا. وقالت نهال عنبر في تصريح لصدى البلد: هناك تحسن في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، ولكن التحسن ما زال بشكل بسيط، ونتمنى أن يتم الله شفاءها على خير وتعود لجميع محبيها. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء حتى الساعة، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد الإخباري. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.